أنا انطفيت. ودي جملة بتستخدمها لما تكون مكتئب أو حصلت حاجة أحبطتك. يلا قول ورايا، أنا انطفيت. مستر، والنبي أخويا، هو أنا ينفع لو نور اتقطع أبعت الميم دي للواد ابني فاروق على الواتس؟ ما تجوديش يا أم فاروق. اشتركت في المدرسة الميمية التجريبية عشان أفهم الواد ابني فاروق. الواد طول اليوم ماسك الموبايل وفطسان على روحه من الضحك. قلت لا، لازم اتعلم عشان اضحك زيه كده وكركر، وخلاص هبقى زي ما بيقولوا كده كوين. طبعا كلنا واخدين بالنا ان في فجوه ثقافيه كبيره حصلت ما بين الاجيال، عشان كده احنا هنا بنقدم خدمه متميزه في تعليم الميمز والكوميكس، وكمان عندنا ماده الادب بنعلمهم فيها ادب الميمز، وطبعا ماده الفلسفه اللي بنتعمق فيها في فلسفه الميمز وفهمها. يومينج او اصاحبي، وده ميم بيعبر عن البلاهه او ممكن تحط جنبه اي نكته عادي. ويقعد اكتشاف الميم ده لسنة 2010 ببدري. صباح الخير نور عم توفيق، انت لسه هتقعد؟ باك ابشن مناسب لهذا الميم. السيتي دي مراتي وهي بتطلب مني حاجات من السوق، والقطه دي انا، وانا قاعد عليها ومش هتحرك. برافو عم توفيق. وماده الانجليزي بنعلمهم فيها انجليزي. I go to school by bus. اعلى. I go to school by bus. في مادة بنتميز فيها جدا وهي مادة الشعر. مين يقدر يقول لي ما هو المظهر الجمالي في قول الشاعر لو سلوكك فك نلمه بالقراجة؟ انا اقول لك. واخيرا حس الالعاب، ودي بنعلمهم فيها فن رقصات التيك توك. طبعا الناس هتشوف الموضوع عادي، لكن الموضوع محتاج تركيز، محتاج تناسق عضلي عصبي، محتاج يعني انت عارف. ترتيب الشفايف، ترتيب الشفايف، تمام، دايما في ابتسامة، أهم حاجة الضحكة، تمام، بعد كده يلا 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 ها، كله يدوس نجمة وشباك، لمو شفايف، اسمعني بقى كده يا سبايسي، يا سبايسي، جاي أصبح كده بصحى وماسي، أنا فيك بجد بحب، لا يبقى إيه نفسي، نفسي لا 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 كده 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 يا أبو فاروق، أيوه أيوه مثلا يعني الميم تلاقي كبيره شهر وبعدين محدش بيستخدمه، ولو استخدمته وقتها يتقال عليك نورمي. على فكرة محدش بقى يقول نورمي دي، يلا بينا يا عم توفيق. كده اكون خلصت كلامي، او زي ما بيقول الجيل الجديد كده خلصانه ومعاها حصانه. حد دي برضه محدش بيقولها جده. موجبه الجلد بقت صعبه.